ولمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني. أمامنا مشهد بكل تفاصيله، يعني كيف أثر اغتيال حسن نصر الله على المشهد في قطاع غزة وفي لبنان وفي الخارج أيضا؟ صباح الخير على حضرتك أستاذة بسنت وعلى جمهور القاهرة الإخبارية. بالتأكيد طبعا هذا المشهد أثر تأثيرا كبيرا، لأنه أولا نقل ساحة الصراع من غزة إلى لبنان، هذا فيما يتعلق بقوة الجهود العسكرية الإسرائيلية التي انتقل ثقلها بالفعل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية، وكلنا شاهدنا طبعا الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على الضحايا الجنوبية في بيروت وعلى جنوبي لبنان في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن هذا الضغط يعني بشكل أو بآخر أن إسرائيل كانت تتحسب لنقل ساحة الصراع من غزة إلى شمال إسرائيل والأراضي اللبنانية. نعم أنا معك، يعني برأيك إيران تدعو لاجتماع طارئ الآن في مجلس الأمن، هل هذه الدعوة منطقية أن تقوم بها إيران قبل حتى الرد، وهل منتظر رد من إيران؟ هو طبعا إيران يعني الآن في وضع صعب جدا، لأنها يعني لا تعرف كيف تتصرف في مثل هذا الموقف، لأنها قالت وهددت أكثر من مرة بأنه لو تم يعني اغتيال حسن نصر الله أو لو تم توسيع نطاق المعارك في لبنان فإنها لن تصمت وسوف ترد وكلام من هذا القبيل، وهي الآن لم ترد، وتصور أنها لن ترد على مثل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، فهي تلجأ الآن إلى الأمور الدبلوماسية والسياسية لأمرين مهمين: أولا تخفيف الضغط عن الضغط السياسي والإعلامي عن إيران نفسها، ثانيا التنصل من أي عملية عسكرية، يعني يقال عند الوكلاء الداخليين والإقليميين إن على إيران القيام بها، لذلك إيران الآن يعني تلقي بالكرة في ملعب المجتمع الدولي وتريد أن تخرج من هذا الصراع دون أن تتورط في حرب مع إسرائيل. وهل هذا الرد، يعني هل هذا الموقف الذي اتخذته إيران هو الموقف المتوقع منها أم كان متوقع موقفا آخر؟ هو حتى الآن هذا هو الموقف الطبيعي بالنسبة لإيران، لماذا؟ لأن إيران قد تقبل بتصفية بعض القادة لكنها لا تقبل بإنهاء حركة حزب الله أو الإجهاز على هذه الجماعة، بمعنى أن الإجهاز التام على حزب الله وبالتالي إفقاد إيران كل رأس المال السياسي والاقتصادي والعسكري الذي بنته منذ الثمانينيات في هذا الحزب وهذه الجماعة وطبعا غير مقبول إيرانيا، لكن أن يتم اغتيال شخصيات حتى لو كانت بارزة فإن إيران تتسامح مع مثل هذه الأمور، وجميعا رأينا أن إيران لن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيال قاسم سليماني، ولم يعني تقوم بعملية عسكرية كبيرة كما هي توعدت بعد اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها في اليوم الأول لتولي الرئيس مسعود بيزشكيان السلطة في طهران، لذلك أتصور أن حتى الآن هذا هو الموقف المنطقي والطبيعي بالنسبة لدولة يعني تمارس السياسة مثل إيران. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور، الخبير السياسات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني.